Hello guys, and welcome في new episode اليوم باش نكملو بعضنا السيري متاعنا ايفولف تكنولوجي على غالب الولاد في الايامات الاخرانية ساعة البارت 2 متاع الابيزود هالي 5 ولا هي الكات ما نجمش نابلوديها خاطر الديسك دو متاعي تضرب وبعدها بالضبط قصت الكونيكسيون دونك عملت شوية حاجات في الوورد معناتها اللي قاعد نلعب فيه وتوا معناتها كي رجعت سافا معناتها رجعت كل شيء كما كان نكملوا السيري نتاعنا دونك اليوم باش نكملوا نعملوا شويه حاجات ان شاء الله مازالت السيري تعجبكم ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب اذا ماكش عام سبسكرايب للشان نبداو الابيزود مع بعض دونك كيما تشوفوا فما شويه حاجات بدلوا في الدار زدنا شويه موديت فما مود زدتو اسمه الكالكوليتر وعندك كذايا ستيف وركشوب كيما الكرافتينغ اما فيها برشا انترفيس معناتها فيها اكثر من عباد تخش عليهم اربع كرافتينغ تيبل في وحده كهو المود اونر فزدنا برشا حاجات المود اونر نحى كان تذكر السيت اب اللي عملناها لهنا تعمل لنا الدبل نتاع الاور المود اونر نحاه المود هذاك وما نعرفش عمل حاجات معناتها زيدهم اللي هما زيدوا هيك المود باك معناتها وصلت لي انا بون عملت قبل موديت معناتها شويه مود باكيت دونك وصلت لي عاودت بدلتهم ورجعتهم كيما كانوا باش نجم نكملوا نلعبوا السين تاعنا لحدنا كيما تشوفوا بدلت شويه لهنا حاجات نظمتها عملت ستير لوتا محضر البنيه هذيا باش نعملوا فيها الباور جينيريتور اللي باش تعطينا الباور باش نجمو نخدمو الماكينات نتاعنا دونك نعطو لوطا نوريكم الفارم اللي هي بانسيب الباور دو تطلع نعطينا بلودي نتاع الفارم مي الله غالب تلكتلي الوحدة عندنا هنا فارم نتاع الويذ وهنا عندنا الفارم نتاع شو اسمه اندستريال هيم نعطيكم شوية نذكركم شوية معناتها هذايا في الابيزود هالي توا بارت 1 كنت عاملهم بالغلط دونك تو تمشي نورمال كيما تشوفوا فيها الفوق نعملو طلة معناتها خفيفة كيما تشوفوا فيها من هنا تمشي سي بون كنت هذوما في بلاصة حاطط الشافت كنت حاطط هالي حاطط فما واحد اسمه هنا مش شافت اي كنت حاط جاكشن في بلاست شاف دونك هيك عليه ما وليوش معناتها ملتي بلوك معناتها واحدة كاملة معنا لهنا الفارم هذي الفارم كما تشوفو فيها معناتها خدمة شوية خاطر قعدت نلعب بيود وقتها من غير ما ريكورديت باهي عنا اليوم تو باش نعملو ناقصني الباور انا باش نجمو نعملو الماشين نمد الكتاب بس يعمل عندنا الكتاب هذا متاع اميرسيف انجينيرينج باه فما ماشين في الهيفي ماشين الكراشر هذا بما انه المود اونر نحلنا ستيف فلاكس ولا حاجه كيما هكا المود اللي خو نسيت اسمه نحاولنا دونك ما عادش عندنا بوسيبيليتي باش نعملوا الدبلينج بتاع الاو تكعبيه دونك زيد مش زيد من قبل هو فما المود هذا اميرسيف انجينيرينج مي جوست عمل له ابديت معناتها فما زي الماكينه معناتها زيدت جوست حضرت لها الكرافتينغ نتاعها لهنا باش نعملوها مع بعضنا باش نجم نعمل الباور ساعه نحطو الباور باش نعمل الجنريتور نتاع الباور باش نعملوه بالووتر ويل معناتها كان تعرفوها اللي تدور بالماء هذيك نوريكم كيفاش تتعمل الكرافتينغ نتاعها الكرافتينغ نتاعها تستعمل ووتر ويل سيجمنت وعندك هذا تريتد وودن بلانك دونك هذا تتعمل بستيك وودن بلانك نكمل الكرافتينغ كيما تشوفوا حضرتها من هنا حضرتها هي اوف كامات من غير ما يتوجد جوست توقع بك نحطوه في بلايسهم اي في شيء حاسوده به عنا الكنيتك داينامو الكنيتك داينامو عندك مش تنجم تخرج الباور من وسط الوتر ميل لازم تستعمل الكنيتك داينامو مش الداينامو قدامنا واحد حتى ما تنجم الداينامو دونك سوفت وير بيكيش ماكسيموم تنجم تحط ثلاثة ثلاثة لازم تحط بعضها ما تحط ثلاثة ما تنجم تحط أكثر
باشا باور ميتر تعرفنا الباور اللي بنحطوها نسمو بيها مو حتى اللي ما بيكون نعمل حاجة تحسن. كما قلت لكم متنجم تعمل ال متنجم تعمل مع الباور خارج من الواتر ميل الا ما يكون عندك اثنين دينامو. نكمل الخطوة هذيا نرجع البلوكيت في بلايتهم شوية تكون شباب لهنا خلي تخلي كريبر لهنا حاش كده نفس البلوكيت هاو البلوكيت كيما تشوفوا هذيا عملتهم بالمصبح معناتها هيكم اكزامبل كيفاش تعمل معناتها كيفاش تعمل كونكتينغ ما بين الشوطة هذوما خاطر عارفة اللي خش عليها ريلكتر شوية معناتها الحكاية تمشي تعرفون هاذي حاطين نجي في الوقت باش نجي تعمل كونكتينغ لازم تعمل شو اسمه هو الكونكتور من الاميرسيف انجينيرنج ام في ام في واير معناتها ميديم فولتج اي ميديم فولتج واير ولازمك باش تنجم تعمل هذا يوم حط فما برشا انواع فما الهمات الانجينير ديما تجيني شويه لايك كي نحط فيه. اوكي رجعناكم بعد كراش خفيف من 10 كراشات جوك من بعد نثبت في كراش ريبورت. المهم كيفاش كنا نحكي اي على الاميرسيف انجينير كونكتور قلت لكم الميديم فولتج ما تمشي معاكم الميديم فولتج واير كويل باش تنجم تربطهم ببعضهم خاطر هما ثلاثة أنواع فما اللو فولتج الميديم فولتج والهاي فولتج معنتها فما يهمكم هنا مثل اللو فولتج هنا ما تنجمش تربطو بالميديم فولتج واير كونكتر دونك لازمك تجيب من نفس التايب باش تنجم تربطهم حط فوق الماكينة ولا الماشين اللي تحب معايا تخرج منها الباور ولا تحب تحط لها الباور حط فوق هالواير كونكتر من بعد تفصيل الواير كونكتر بالواير كويل تنزع عليه رايت كليك يقول لك لينكينج فروم يعطيك الواحد من بعد يعطيك مع الكاردوني نفس الشيء بالكيك تاع المطعم بين بيت مع الواجهة من بعد تكليك على الشيء الاخرى بنفس مش بالضبط نفس الواير المهم الواير يكون بنفس التايب تكونش واحدة لو واحدة هات ولا واحدة ميديم واحدة لو دونك نشوفو سيبون دو ديما كل شيء من فوق عملت لحظة كان نجمو ناخدو تو خليت نحشتي ماشي ليك باهي مش مشكل من فوق كيما تشوفو عملت البلاتفورم هذايا باش نجم بعديكا نبني فيها وين بديت سهلت على روحي باش بعديكا منبقاش نضيع في الوقت هذه الباور جينيريتور من فوق اون برانسيب الواير ما يتعداش من بين البلوكات من هنا فهمت شنو صار بعد ما كملت بنيتها ظهر لي البلوك هذا جليتش وتعدى الواير في وسطه دونك ما نحبش ظهر لي كان تكسر يعني يكراشي لي معناتها الوورد جمله واحده ما عادش لازم ندخل دونك خليتها كما هي حتى لين نهار اخر تشوف له حل بي عندكم هنا الواير يطلع للبوتو هذا البوتو هذا تبع اميسيف انجينيرينج فوق البوتو حاطين ميديم فولتج كاباسيتور معناتها عيب تخش عليها انرجي بانك يعني مدلك الانرجي حط هيك معناتها باش ما تقعدش مثل الماكينه نتاعك ولا الماشين تقعد تاخد هيك من الجنريتور تمشي باور للبانك ومن البانك تجيك للماشين نتاعك معناتها باش كي تبدا عندك اكثر من ماشين يعني تجي منظمه نعمل مع بعضنا تو الكراشر نحطوه لهنا ايه بسرعه كيكا باهي عندنا من اللوطه نبداو من اللوطه بالكل عندنا توا بلوك ستيل توا بلوك لهنا ومن بعديكا باهي نزيدوها تو اخرين شبيها جت هذيا هكا اوكي هذيك كاي كونتور بلوك عندنا التوخي لا عندنا دو لايت انجينيرينج بلوك
كل هنا كعبة. اوكي بعد كده كامل هنا ثلاثة. الماشينة ذي مش نعرف نذكركم معناتها الماشينة ذي تعطيها مثال واحدة كول يعني اذا تبدأ عندك سلك توتش مش تيجي ما نمشيوش الكول واحدة ايون عندك ايون اور واحدة ايون اور كي تحطها فيها تعطيك زوز ايون داست معناتها في ستيك الستيك يعطيك زوز ستيكات معناتها يعمل لك دبل متاع الاور وبه باشا خاطر لي مود باك بصفة عامة تستهلك باشا ريسورس تستهلك باشا ايون كوبر انجوت ستيل سيلفر معناتها الحكاية هذوكم تستهلك باشا دونك متنجمش انت اذا تجيب ستيك متنجمش تستعملها ستيك كيما هي خاطر مستحيل باش تززيك لازمك معناتها ديما تعمل الاور دبلينغ باهي عنا هذيكا ليون بعديكا زوز هنا باهي ومن بعديكا فلوست فلوست لايت بلوك يجي بهم باشا اللي مود هذوما يعجبوني خاطر يعطيك معناتها الانفورماسيون تتحقق من كل تلقاه موجودين في وسط هكا بوك ولا حاجه ما تقعدش ماشي للويكي للويكي نتاع للويكي معناتها المود تقعد تحل البراوزر ومن الجيم للبراوزر ومن الجيم للبراوزر معناتها دونك بهي باشا بهي باشا معناتها تبدا كيما هكا عندك بوك يفسر لك كل شيء معاك دلو على خبيته من بعديك كيفاش ظهر لي تعمل رايت كليك بالهامر انجينيرينج كيفاش اش بيعمل وين تنزل وين ننزل عليها باش تولي ماشي هنا عن حجرات ثلاثة ثلاثة زوز واحدة في الوسط زوز من اللوتة كيفاش هذا اوكي الوليد نعمل بوز باش التفاصيل يظهر لي بالرسمي نمشي للويكيبيديا نتاعهم نشوفها كيفاش تعمل بالضبط خاطر ظهر لي في بالي انا تعمل عليها رايت كليك يا اخي ما تعرفش رايت كليك نعمل بوز فيسع نشوفها كيفاش تتعمل ونرجع لكم اوكي رجعت لكم الغلطه مش هي بالرسمي معناتها تنزل على تنزل عليها رايت كليك بالانجينيرنج هامر اما انا جست نسيت ما حطيتش لي هوبر كان ثبته معناتها في مش في اخر ايتاب من فوق بالكل في اخر لاير في الماشين تحط ال تحط شو اسمه تحط الهوبر تحط الهوبر فوق الفانس لهنا اوكي اوكي سي يس المنظر بتاعها يس دلول معناتها بالرسم يخدم عليها على الاخر المولي المود معناتها المود مولي المود خدم عليه برشا باهي دونك توا نجيبو الباور عندنا لهنا كونكتي كونكتر زاده باهي في الاميسيف انجينيرينج اي ماشين تلقى فيها معناتها النكته هذيك البلاصه الكارو الصغير هذاك اللونجي لحظه خلينا نمد بلوكي قعدت ننقص كل ما نقولوش كلمة خير باهي كما تشوفوا اي ماشين تبع الامس في انجينيرينج تلقى فيها المربع صغير هذايا معناتها هذيك راهي الانتر نتاع الباور معناتها منين تاخذ الماكينة الباور دونك نحنا باش نحطو لها لهنايا وكالعادة ناخذ الكويل نتاعنا نعملو كونيكت ونكونيكتوها بالاخر كما تشوفوا من الفوق فما 32000 RF معناتها هذيك RF هي باور تمشي بها عندي بلوك متاع اوجيا اي حق ما قلتلكمش من ضمن المودات اللي زادوا معناتها المود اونر في المود باك فما مود اسمه الليلة محمد رسول الله المود اسمه
this piece of life. If this piece of life هذا ايش عملك؟ ما عادش تنجم تاكل برشا مرات. معناتها كي تاكلوا برشا مرات، مثال نفترضوا انها تزيد لك 6 المرة الأولى، تنقص لك تبدا بالبورسونتاج، مثال 20% تزيد لك 5 حتى لين توصل 13 تولي ما عادش تزيد لك حتى شيء. دونك يزيد يتعب شوية، معناتها واحد لازمو ديما يعمل معناتها فما كأنك تقول هنا فود ظهر لي حاجة كفود هو أصلا. اوكي كيما تشوفوا فما برشا نوع زيت، معناتها أي حكاية تصورها في مخك تلقاها، ليمون تشيكن تشيري تشيز كيك منعرفش أنا، فما زيت تشيري سموثي هذا كيما الجو، معناتها فما معناتها ريحة خبز كريم كوك، فما شو اسمه هو وين هي شوكولاتة كيك، فما معناتها أي حكاية أي حكاية تصورها في مخك، حتى ساندويتش سوشي منعرفش بيتزا همبرجر ظهرلي هذا همبرجر. اي برجر دوليكس تشيز برجر، معناتها يخليك ما تاكلش نفس الفود برشا مرات كيما قلت لكم. يعني زاد صعب فيها صارت لك تولي تعمل فارم وتحاول باش تخلي روحك ما تجوعش. اوكي بما انه لي خلينا ناخذ خلينا نحى علينا الشتاء هذا. اوكي تمام نحات الشتاء نحات وإيش أنا تنحات تأخذ دلو البرشة تقطع تبحيرة بيه ما لي نسم البحر سنية أي الشيست هذي متاع الأور نطلعه بالفوق فوق أما بش نزلوه نعملو فما ستة هكا تعرفوه الشاويو اللي هزو بيه اللي هزو بيه معناتها السلعة زي فما مود زيد واحدة كيفو بالضبط دولي اسمه الدولي اسمه سيد خليك تهز الشيس بما فيه الشيس تهزو باللي فيه معناتها تهزو اما يعطيك كيما تشوف يعطيك سلونس ومايننج فاتيك اها امشي يطلع امشي باهي كيما تشوفوا البوز غير زي من هنا هذاك اللي خارج منه الاور باهي تو تحت انا المايننج فاتيك قصة عربي محمد رسول الله شكون باش نقول عندي النسوة شكون باش نقول اوكي باش نوريكم اكزامبل كيف الماشين كاين عندي شوية اور هكا هذي خلينا نشوف هذا اسكو نجمو نستعملوه في الكراشر ولا اوكي نجمو نستعملوه في الكراشر نوريكم اكزامبل نحطو ستيك نحطو ستيك الكراشر تعطينا دبل اي دبل كور باهي باش نقول لكم حاجه اللي يلعب في المود باك هذايا ولا يلعب في مود ولا عنده هو مود باك يحب يزيدوا المود هذايا رد بالك تطيح في وسط الماشين وهي تخدم انت شفت وقت اللي تبدا تخدم هي الماشين تعملكم تخدم هاك رد بالك تطيح فيها خاطر باش تعطي تقتلك بضربتين معناتها تيك تاخذ ضربتين تموت موب جرايندر تحط الموب الغاديكا وتعطيك من بعديك معناتها الحاجات اللي يطيحهم اما فما حاجه كهو خايبه فيها كان نتذكر يعني تعطيك كان فانيلا نبدو مع الثانية توم كرافت نبدو حتى تعطيهم لك الموب كي تقتلهم اما كي تقتلهم بالكراشر يولي ما عادش يعطيك حتى شيء يولي يعطيك كاين معناتها الحاجة الفانيلا اللي يطيح الموب هذاك اوكي
ان مينوت نمشي نعمل سبعة ونرجعكم. اوكي باك نكملو نعملو الجيت بتاعنا باهي عندنا باش نعملو لودن جيت فيرتيكال لودن جيت باهي وود عنا ستون على الجناب وود وود اوكي سهل باش مش سهل تبع المود اسمه المود ايشنت وورفير هذا عنده كرافتنج تيبل سبيسيال اللي هو معناتها باش نجم تعمل فيه الحاجة نتاعو ظهر كان صدقني ربي هكا اي والله نصدقك بهلودن جيت هذا ايش يعمل باب معناتها هي كيما تشوفوها معناتها ما عندوش قبل معين نجم تعمل على كما تشوفوا تجيك كارو صغير بتاع فرصة السيليك تعمل السيليك بتاعك نجم مثل تعمله كبير كما تنجم تعمله صغير معناتها ما يحكمش في الكبر طبعا فيها دونك تنزل على الزيت تنزل على الزيت وتبوك تعمل بالسيليك بتاعك هاك زيت سيليكسيوني فيز زيت كسيت باوند سنيك يو تو فلي باوند هي بعد تحط اوكي هذيك الشيفت زيت سليكسيون رايت كليك ايرلي تضغط زيد مرة أخرى معناتها تسليكسيوني كما تشوفوا دلوا البرشا الانيميشن اللي فيه دلوا البرشا البيت سليكسيوني زيد ومن بعديك تحط زيد في الأخر زيد كما تشوفوا من فوق إذا حاطط لينك لينكين هكاك ميسج انجينير جاي لينك أقوى من التوش بشوية معناتها في معناتها اللايتنج كيفاش تضوي اقوى من التوش الحاجه الخايبه في الدور هذا شويه معناتها في البيت كما تشوف كيفاش تعمل لازم تجي تدخل في السنتر معناتها تدخل في السنتر بالضبط نسكر الباب ماذا بيا نعمل واحده اللي في البلاصه هذه الجراج دور اوكي لابلينا الهوم بتاعنا عطاونا عطاونا بلس وان هيست بلس وان موديفاير اوكي مش خايبة مش خايبة شي من وجهة اوكي خبي وذيكا ستون مش هذي شي ستون تجي تجي هنا عندي هنا نرجع نلبسها اوكي نحبو نعملو نحب نعمل قلت نحب نعمل جيت هنا في الهوم بتاعنا ماذا بيا ها كيفاش نعمل بالظبط نعملو هكا اوكي سبليت دور معناتها يتحل على الجنب معناتها يتحل كيما الباب بتاع لي مونوبي واللي مجازا عندك اوكي بالعكس معناتها توستون كعبة ريدستون اوكي لك ما عندناش كان صدقني ربي ظهر لي هكا تعمل خمسة و توستون نحط هنا ريدستون اوكي ان شاء الله يجي مزيان سليكسيوني الزيت مش خايب اعتمد ياكم في لي كومونتير اسكو خايب زين باهي نبدلوه ما نبدلوهوش نرجعو الكراج دور كي تسكر كي تسكر يولي معاش تعدي فلوس اوكي
قلت اذا ينحب من بعد بس كنت نحى بيت الكسر اوكي ما ينحاش بيت نحطهم في ال نحطو يعني باهي هنا باش نعمل نتاع الكاربنتر بلوك باهي عنا هذايا نسيت بالضبط كيفاش تعمل لحظة برك نعم نشوفو كيفاش يتصنعو اهو سلون سلون هكا ستيك ثمانية يزيو ما يفعقش برشا هما جابتها يضرب روحه معناتها يضرب راسه في ال يضرب راسه معناتها الفوق ما تخليكش تعدي كي تبدا تضرب الفوق ناخدو شوية بيت نكملو نرجعو هاذيك البيت شوية بلوكيت ستيك هاذي ستون هو ستون ظهر الكعبة ايوا ظهري نجيب دو تشيزل هذا تشيزل كان ما تتفكوش يبدل معناتها فيه يبدل لك انواع بلوكيت فما برشا زينه بتاع بلوكيت اذا انت تحب تبيل ليك وكل شيء يساعدك برشا هذا خيم اللي يحدى قاعد ينقز كي يجي داخل هذي كيما ستير بالضبط كيما الدوج اما هو معناتها كيما تشوف المنظر نتاعو متبدل شوية معناها عباد تخش عليها حدرة اوكي اش عندنا نخرج اش نعمل طبعا كملنا الباور جنريتر عملنا مع بعضنا ال الكراشر كيما تشوفوا ال 30 يوم تيتانيوم داست هذي تيتانيوم عطانا زوج ستيكات عطينا منه ستيك هاو عطينا ستيك هاو عطانا زوج ستيكات معناتها باهي على الاخر اش عندنا ياخد باش نعمل اظن الولاد لهنا نوصلوا لاخر ابيزود بتاعنا ان شاء الله تكون عجبتك الابيزود اذا ما ماكش عامل سبسكرايب ما تنساش تعمل سبسكرايب لشان تعمل شير للفيديو انت وانت واصحابك تعمل لايك اذا تحب زيادة تعمل كومنت لي ذيك يفرحني برشا نتقابلوا في الابيزود اللي جاية